هذا البرنامج يمت لكل الواقع بسلة، والشخصيات هي عمق الأحداث. بين الأوقات الصعبة والإيمان بتحقيق المستحيل، الأمل هو الخيط الرابط في واقع الحياة. العالم اليوم يخوض حرب بكل مواصفاتها، بكل ما فيها من جيوش وإمكانيات. حرب لا نجمة تحمي منها لا الاقتصاديات الكبرى ولا مصانع الإنتاج والمؤسسات العابرة للقارات ولا الأسلحة الفتاكة والمتطورة ولا حتى القوى الدولية والسياسية من الانهيار قدام فيروس ما يتراش بالعين المجردة. سارس كوفيد 19. Nous sommes en guerre. And I learned so much about coronavirus. الدولة لن تكون عاجزة على التعاطي مع هذا الفيروس. معركة وجودية ضد عدو غامض وأبطالها مش أصحاب المناصب والكراسي. المعركة هذه أبطالها اللي في الخط الأمامي، الجيش الأبيض. احنا راهو في حالة تب الحرب، لميتين دوغي راهو احنا تب. برشا شارش، برشا ضغط. حياة المريض الديبون من التدخل متاعنا، إذا التدخل متاعنا إفيكاس المريض ينجم يمنع، إذا تدخلنا مؤخر ينجم المريض يموت وما يوصلش حي للوبيتال. ساعات نخسر ومعارك، ساعات نربح ومعارك. يحيى الجيش الأبيض هي واحدة من الشعارات اللي سمعناها برشا من اللي بدأت أزمة الكوفيد 19 باللغات الكل وفي برشا دول من العالم. بتصفيق وإضاءة المباني الشاهقة كما إمباير ستيت في نيويورك ولا لا تور إيفيل في باريس ولا برج القاهرة وغيرهم. احنا في ساميو 01 واللي هي الوحدة الطبية الاستعجالية بالشمال الشرقي واللي متكونة من طاقم طبي وشبه طبي ومن أعوان استقبال المكالمات على الرقم 190. ومن هون تبدأ المرحلة الأولى. معدل تاعنا توا حاليا ما بين 10 و 11 ألف مكالمة في النهار. فقط اللي احنا كنا عادة نخدم ب 400 مكالمة في النهار، توا هنا 11,000-12,000 أبيل. شفتوا قداش معناها زاد 30 ولا 40 مرة معناها زاد الشهر. وتقبلنا ما يقارب 140 ألف مكالمة في الشهر. نتوقع على الريتم هذا ما بين 300 و 350 ألف مكالمة باش تاخذ في الشهر نتاعنا. من 50 حتى 80% من التحاليل اللي نعملوهم كل يوم يطلعوا بوزيتيف. 190 هو رقم النجدة اللي نطلبوه وقت نستحقوا مساعدة طبية استعجالية أو إنعاش. ال190 اليوم الناس ما تحصلش عليه، هذا واقع. الخطوط اللي موجودة في ال190 نتاع ساميو 01 ماهيش كلها فونكسيونيل، ما ثماش ناس تجيو، ثم بعض المتطوعين اللي يجيو مشكورين لكن ما ينجموش يكوفريو ال 24 اون اي دي ميدسان اورجانتيست ريانيماتور. كلمونا على لي كا سيريو، لي كا اللي فيهم دي ديتريس فيتال. دونك دو مومون كون ريسوا لابيل يا ان ميدسان ريغولاتور يخرج ليكيب، وكي تخرج ليكيب تمشي سور بلاس تقيم الوضعيه. كان تستحق انعاش تنعش العبد، تعطي لي سوا ميديكو نيسيسير، ومن بعد اون لو ترانسبورت فير لو سنتر هوسبيتاليي لو بلو بروش. رقم 190 اليوم مسؤول على تحاليل الكوفيد 19 ومسؤول ايضا على نقل المرضى من والى المستشفيات. 190 كخدمه كاليتاتيفمون معناتها نوعيا ممتازه، لكن في كمية التدخلات للأسف ماهيش ديما ديسبونيبل، خاصة أن وزارة الصحة زادتها التاش متاع رفع العينات متاع الكوفيد. احنا يوميا تقريبا ما ثماش أقل من 100 عينة نرفعوها لهنا في السنتر متاعنا، بخلاف الناس اللي نتنقلوا لها للديارة. برشا عباد يقولك ما نتحصلوش، أي أما برشا عباد تحصلت، دونك ما يسالش، عامل ليفور أنك تقعد تكلم. انت في الاثناء ليله مش ما تقعدش متقلقه، ما عندك لي فيغالغون فيتامين سي، كمل اخذهم خو احتياطاتك وغدوه ان شاء الله الصباح تمشي تعدي. هذه قاعه الكوارث، خاطر احنا في فتره نتاع الجائحه هذه نخدموا فيها برشا، والقاعه اللي من جهه الاخرى هي القاعه تاع التنسيق العاديه اللي نستقبلوا فيها ال190 والمنسقين، غاديك الاعوان المنسقين يعديوا لنا هنا المكالمات باش نحلوها وناخذوا القرار فيها. كقسم مساعده الطبيه الاستعجاليه رانا ما نعملوش الاسعافات الاوليه، احنا نخرجوا مش نبداو نداوي المريض من البلاصه نتاعو. عنده ان توبل دو لودورا او توبل دو لا ديغوستاسيون، وعنده ان توبل ريسبيراتوار يتكلم. ماش كوفيد بوزيتيف؟ نو، إلا با ايتي بريليفي. دونك إلي أون ديتريس بروبابل. جوستومون، و أون فا إيفاليوي و بلوز أو موان بريليفمون، وبعد نشوف كيفاش باش نعملو. لافايات. لافايات، شارع الحرية، بحذا بتي كوليزي. باهي، أوكي.
خذوا احتياطاتكم. بعد ما خذت الدكتور قرار تنقل الوحدة المختصة لدار المريض، نقلنا معاهم على عين المكان في لافايت للقيام بتحليل الكوفيد 19. المهام السامية اللي ديما معناتها نخدموا فيها هي لي ميسيون بريمير ولي ميسيون سيكوندير. توك معناتها تم الاتصال بينا من قاعة إدارة الأزمات، عندنا فريق باش يتنقل تو، معناتها متكون من سائق سيارة إسعاف، من ممرض ومن طبيب باش يقوم بالمهمة هذيا. دونك وقت الخدمة تو. عنده اعراض الكورونا للاسف منذ 4 ايام، حاله ما تستوجبش انه باش نحطوه في سبيتار ولا استعجالي ولا يونيتي كوفيد، خاطر الساتوراسيون نسبه الاكسجين في الدم دونك ما تقارب 97% و 98%. ياخذ في الدويات الكل نتاع الاعراض الكورونا، ما عندوش التحليل دونك ما عندناش النتيجه انه تثبت انه هو مريض كورونا، مي فما احتماليه كبيره انه عنده الكوفيد. دونك عملنا له التحليله وعملنا طمناه شويه، عملنا له ديكاسيون ولاباس ان شاء الله بفضل ربي غا سون سورتير. من أجمل ما في وحدة النجدة والإنعاش هو العمل كفريق، الكل بنفس اللبسة زي القتال، لا نجوم ولا شعارات، لا رتب ولا أوامر، هدوء متناقض مع خطورة الوضع. فما قوة وعزيمة، فما مجموعة هدفها الوحيد إنقاذ روح البشرية. لازم يكون قد المسؤولية، مسؤولية كبيرة حتى وافق أكتافهم ناس يشوفوا في الضوء الأزرق اللي يكسر الظلام الليل برشا خوف أما برشا أمل زادة. لبسة هذيك راهي سخونة تعرق بكشة، وحسبهم ثنية هذية كلها مش يقدوا لبسينها حتى الغادي. مثلا المريض اللي انستاب يبدأوا يدوروا بيه من سبيتال لسبيتال باش يلقاوا له بلاصة، ما هيش سهلة. فما ديزيكيب قاعدوا بالخمسة وبالستة سوية باش يلقاوا بلايس. تخيل انت بس خمسة وستة سوية لابس اللبسة هذيك الكل سنة حمام. أنا زملائنا تصور بالستة سوية بالسبعة سوية ما نجمش يشرب شربة ماء، يبدأ لبس كومبينيزون قاعد بها محصور ريان كو يستنى في السبيتار ويستنى في لاكور باش يدخلوه. المريض يوفى علينا اكسجين، وفانت كنت قديش عندنا نحن دو بوتي بورتاتيف و بوتي كبيره، تبدا خارج تكمل الابيل هذاك، انت مازلت انكور في ابيل، يجيك ابيل واحد اخر يقول لك تكمل باش نمشي لبلاصه اخرى. الناس تعرف اللي سامي كيف تجي يطمنوا الاكثريه المريض باش يمنع، اذا كان جيت المشكله اني ما تجيش. وعلاش ما تجيش؟ على خاطر 190 ما نجموش تحصلوا عليه، وعلى خاطر كما قاعدين تشوفوا عندنا 3 سيارات اسعاف اللي تخدم واللي موجوده. هذا الجيش الأبيض المسلح بالعلم والمعرفة بقيم إنسانية سامية واقف ومازال مواصل الكفاح رغم فقدان البعض من الجنود حياتهم وإصابة أكثر من 10% منهم بالفيروس حسب منظمة الصحة العالمية. يغلب في الظاهر اللون الأبيض، لكن في الأعماق مشاعر خوف من مستقبل مجهول. الطاقة اللي موجودة وباش تتوجه للخوف أو للهلع يلزم نحن نوجهوها باش ركزوا بها وباش نخدموا خدمتنا برزانة وباش نجموا ندخلوا برشا هدوء وبرشا رياض، وإلا وقت اللي ما نجموش نكونوا هادئين ورايضين ورزان وقتها نجموا الإفيكاسيتي نتاعنا تنقص. الكفاءات هذه هي سلاحنا الوحيد في التغلب على الجائحة والخروج من الأزمة بأقل الخسائر. البنية الصحية تدفع في ضريبة غالية من الوفيات في صفوف الإطار الطبي والشبه الطبي وكل العاملين في المجال. اليوم نشوفوا في الإصابات في وسط الطاقم الصحي قاعدة تزيد بطريقة مهولة، نظرا لانه ما فماش وسائل حمايه كافيه، نظرا زيد لنقص العنصر البشري. على خاطر نقص العنصر البشري شنو باش يساهم؟ حتى لو كان محمي بالقدا العنصر البشري ناقص شنو باش يعمل؟ معناتها باش نشوفوا اكثر مرضى معناتها بوزيتيف بالكورونا، دونك التعرض نتاعنا باش يكون اكبر، دونك الريسك باش نمرضوا باش يكون اكثر. مرضت بالكوفيد الحمد لله، خرجت منها سلامات، رقدت ليلتين في الانعاش، تقلقت برشا حق ربي، تعمل فشلة خايبة، تقلقت بنفس برشا رغم أني صغير وما عنديش أمراض متبعة عليهم معناها دو فاسون جلوبال، ما تقلقت جهدك
كبير برشا، دونك حتى ليفيكاسيتي تولي بالوقت تنقص. فما شكون يضطر انه يخدم 48 كيف يوم رغش شكون من الزملاء اللي هو الحاله تو موجوده تو عندنا شكون سائق مريض وعندنا شكون مرض مريض وشكون طبيب مريض ما ينجمش يخدم، دونك باش نضطروا احنا معناتها الزملاء وانا نعوضوا. الامل في النجاح من جائحه هذيه ما ينجم يكون كان بحمايه الجيش الابيض باش يكملوا مهمتهم في حمايه الارواح، حمايه المستقبل وحمايه الوطن اللي جاهد للصمود قدام الجائحه العالميه هذيه. المنطقي اليوم في ظل الوضع الخطير هذايا انه تقرا حساب الناس اللي معرضه رواحها للخطر، اللي قاعده تنقذ في العباد، اللي تقاوم في الجائحه، معناتها من المنطقي انه نقراو لها حساب الناس هذيا معنويا وماديا كذلك. الدوله يلزمها تفيق لان نحن قادمين على ايامات خايبه برشا، البنيه التحتيه نتاعنا سيئه ومهترئه، الامكانيات غير متوفره، ما نجمو نعملو كان على العنصر البشري اليوم، ولذلك الدوله لازمها تعرف تتصرف فيه ولازمها تعرف تتصرف معاه، وخاصه تعرف تعمل الجيستيون نتاعها وما تبويزيهش من الاول، وتعرف تحفزه زاده باش ينجم يقدم الخدمه نتاعو وما يحسش روحو اباندوني. Les équipes médicales c'est des êtres humains, c'est des gens qui sont eux aussi خايفين على عائلاتهم، c'est des gens اللي هما زاده à risque, c'est des gens اللي هما زاده المورال نتاعهم طايح. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون قاعدين يحاربوا في اون سيتواسيون اللي هما ما يعرفوش عليها برشا حاجات. انا بيرسونيلمون ما نعرفش، ما فماش برشا دي ميدسان عندنا دي غراند ايدي، اون ا دي لين ديريكتيف، نعرفوا المرض شنو هو، عندنا فكره شويه على لي سيمبتوم، عندنا فكره على ليفولوسيون، اون ايساي دي تريتمون. اما باش نجي نقول لك اليوم في التون اكس بتاع توا نعرفوا الوباء شنو هو بالضبط، حتى حد ما يعرف. نحن عندنا مرضى صحيح في جرادي، صحيح تخرجوا دي فيديو اللي فما مرضى في القاعة، أما اللي نحب نقوله ونعاوده ما فماش مريض عفس السبيتال إلا ما إلى غسو لي تريتمون الكل كي دوا غسوفوا، كسوسوا في القاعة ولا كسوسوا في الجراية ولا كسوسوا على البرونكار، المهم اللي المريض اللي قاعد يدخل قاعدين نقوموا بالواجب ونداووه وأوني أو كوران دو لا سيتواسيون. كيف الليكيب تاع سامو قاعدين نخرجوا العباد دي ساتوراسيون أ دوميسيل أ 30% أ 50% نسبة الأكسجين في الدم، قاعدين نراوها اللي قبل ما كناش نتخيلوا إنه باش نوصلوا لها. حرب عنوانها الصحة والسلامة وحماية الأرواح من خطر وباء الكوفيد 19. اليوم ولا ظهور ممثلي وزارة الصحة اليومي هو عبارة على نشرة حربية يومية لمعركة وجودية ما عادش ننتظر منها في المرحلة هذه خبر الانتصار على العدو بقدر ما ننتظر كلمة استقرار، كلمة السيطرة على الوضع بصدق ومن غير مغالطات. هما سيسون لي مالاد كوفيد On est malade nécessitant l'hospitalisation au milieu de réanimation. Mais vu par manque de place, on rentre dans les structures d'urgence, ce que ça ne fait pas partie de leur fonction principale de prendre en charge des malades de réa. Mais vu les circonstances, on les garde avec les moyens qu'on a. Mais, et il dit tout là, dans ma deuxième chambre, kiff-kiff, suspicion Covid. On attend du PCR qui n'est pas que comme on a dit, les malades doivent rester aux urgences حتى يحضر le PCR نتاعهم. كيف كيف عندك بس رخص تعدي وشان بغيبي كيف كيف دو سيسبيسون كوفيد وهذا الدان يا خشم ظهر لي كيما تشوف سيرفيس كامل فيه فرش بركه في العالم. احنا كاستركتور دورجونس اون ستروف ديبوردي افيك لو نومبر دو مالاد اون في افيك لي مويان دو بور على جريه كيما ريتو على كاردونا كيلك سوا لو مويان ديسپونيبل لو بروبليم سي كو ليتا ما تخليك تخدم دون دي كونديسيون او تو فورتمون اكسبوزي من غير ما تخمم من بعد كي باش تروح للدار كيسكو تو فا فيغ او جوست خاطر شاكان دونتخ نو ميزا باغ لو فيت اللي احنا اوني اكسبوزي في الخدمه اون ريسك ديكسبوزي العباد اللي تخدم معانا ولي مالاد اون ريسك ديكسبوزي نو بروبر فامي
عندنا ان بروتوكول ان كود نشوفوا لا فيبر وشنو لي لي سيني وكل وساتوراسيون اي سي لو مالاد ايطاري وعنده ساتوراسيون نيرسه الى دي سيني دو كوفيد اول حاجه كان مش عامل تيست نعملوا تيست في الخيمه هوني وبعد التيست نزول زون تامبون زون تامبون هذيا فيها اكسجين فيها ميدسان وانفيرمي وكل نحطوه سوز اكسجين ونعطيوه تريتمون نتاع الكوفيد اي اون ميم تان نستناو البيسي حتى تحضر ونحاول نلقاو بلاصه في الزون كوفيد. مثل كوفيد استعجال لفرض حشر ما بين 5 سبتمبر و 25 سبتمبر 2020 استقبل 462 حاله مشبوه فيها. الحاله المشبوه فيها ثم تم اخذ عينات لهم الكل. نسبه الحالات الايجابيه كانت تقارب ال 50%، 214 من حاله ايجابيه. تم ايواء في مده 20 يوم 64 حاله داخل اقسام المستشفيات، منهم 12 من حاله في اقسام الانعاش. ثم وفيات صحيح، لانها كانت جات في حاله متاخره وحالات حرجه منذ البدايه، لكن توا مع شويه خبره مع شويه تقييم ذاتي مع شويه تقييم موضوعي نجمنا نتجاوز الفتره الصعيبه شويه. كل هو الوضع دقيق وحرج كل فرع. عندنا كما تشوفوا لهنا دو مالاد، ودو مالاد هذوما كي نسيت اون ريانيماسيون. ما ندخلوا لهنا ساقبل كل شيء الا ما نبداو لابسين كما تشوف في انا طويكه افيك تو لي مويان دو بروتيكسيون بيسكو سي اون مالادي كونتاجيوز. كنت مريضة البريود اللي فاتت، الحمد لله الأعراض اللي عندي كانت خفيفة ماهيش قوية برشا، قعدت كونفينمون في الدار ورجعت دونك كهو الحمد لله نرجع نخدم على رواحنا. احنا لهنا اوني اكسبوزي للخطر مي كوميم اوني لا بو فو. احنا في الواجهة صحيح، اما احنا نخدموا باش نتوما تكونوا لاباس. احنا لهنا عرفنا وفهمنا انه اول طريق للعلاج هي الضحكة، هي تفدليكة، رقصنا مع المرضى، ضحكنا، غنينا معاهم، فدلكنا معهم، نشدوا لهم يديهم خاطر خايفين. سبحان الله الناس يجي المستشفى يجي قسم العاش، هذا اسم بركة يخوف كورونا، ألور لا مش خوف بركة. دونك أهم حاجة أنه نحطوهم كونفيونس، هو بيدو بيدو يحس روحه بالأمان ما بيناتنا، خرجوهم بالغناء بالفرحة. مش معناه لينا احنا خنقولوا خنكونوا وحدات لينا احنا، خاطر يرفع من معنوياتنا يخلينا كلمة الحلوة تشجيع كذا باش نجم نواصل وباش نرجع بنفس. ما نلقاوش الجهد، ما نلقاوش البلايص للمرضى، ما نلقاوش باش نعطيوهم. معناتها صرنا فما عباد تلمو يقعدوا برشا، يقعدوا مديده، معناتها يفضوا يقول لك اني ما عادش نجم، خليني نروح. انت معناتها ما تنجم تعملوا اكثر من اللي عملت، ما تنجم تعمل حتى شيء. صرنا فما مرضى يحبوا يهربوا واحنا نشدوهم بالسيف باش نرجعوهم، وصرنا فما مرضى يموتوا قدامنا وتمو احنا ربينا الكبد عليهم، تقعد ما تنجمش تخدم اللي بعد. معناتها العباد كل حق متعاونة مع بعضها، عارفة اللي فما دونجي معناها. وسينون لا بليبار تاع لي باسيون اللي موجودين كوفيد بوزيتيف في فاطمة بورقيبة يتعداو باليونيتي هذيا.
المعركة الغير متكافئة هذه ما عنا كان كفاءاتنا الطبية اللي تكافح للنجاح وسط إمكانيات محدودة ومن داخل مستشفيات تنقصها التجهيزات اللازمة. الكفاءات هذه هي رصيد وطني ما يلزمش التفريط فيه ولا التلاعب بسلامته. يا بوكو 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 دو مالات، وإحنا شوية لي ميدسان لي فيكتيف شوية لي زانفيرمي شوية لي زوفريي اللي باش يهزوا ويجيبوا شوية بالكل اون ايساي دو فير دو نوتر ميو ويانا بوكو دو مان ونحاولوا نلقاو لهم بلايص. المشاكل خاصة في أوقات الذروة كيف يبداو يجيو بالكعبة بالكعبة ما نلقاوش حتى إشكال. في أوقات الذروة كي يجيو برشا مع بعضهم وتعرف اللي ربما تحتد فيها وقتها شوية الطبيعة متاع الناس وتولي الناس تتشكى والبرسونيل اللي يخدمونيه يكثر عليه الضغط وساعات تكثر عليه أكثر من الضغط تولي حتى معناها ديزاغريسيون. هذا جانب اللي قاعدين نلاحظوا فيه كون طالع باستمرار في من اللي رجعنا للموجة هذه الكبيرة الموجة الثانية متاع الكوفيد. كاباسيتي متاعنا زدت، كنا نقبلوا 10 مرضى ونينا عنا دي 30 لي في الأورجانس مي ليفكتيف نقص. فما فيديو دور اللي في عبد الرحمن ميمي يافي اون اغريسيون للبيرسونيل اون كريز ديستيري بور ان مالاد اللي بون ساعات اون دوا فير فاس. اللي عندك اولويات عندك 10 فروشه فما دي مالاد يبقى اولى من الاخرين. خطورة الفيروس والنقص في معدات السلامة الشخصية ما منعش الأطباء وكافة الطاقم الطبي من ممارسة مهنتهم وخوض المعركة هذه ضد فيروس يصعب التعامل معه ولو باللجوء لميزانياتهم الخاصة وساعات لمعدات مبتكرة كما أكياس النفايات. دينا نتعب معنا بوكو دو ميدسان قاعدين يخدموا في ريتم دو يونشين لي غارد معناها ان ريتم صعيب برشا. دونك اون اتون من وزارة الصحة باش تبعث لنا لي فولونتير كما اللي وعدت ماسك FFP2 ساعات نضطر ناخذ وحدنا فما دي ماسك على دولة كاملة اللي ساعات ils sont pas très efficaces donc اللي موجود في السبيطار وسينو تنجم تشري وحدك. وتوا الحاجة الجديدة والنيت هي فور انتيميدي لي زيكيب سونيون يخرج لك كاميرا تاع باش تقول لك نعمل لك لايف. لازم يكون فما علاقة فيها ثقة، لازم يكون علاقة فيها ثقة. لكن الجنود هذوما اللي يتسابقوا في الوقت وفي الأحداث باش يتجنبوا الكارثة بالإمكانيات المحدودة في قطاع صحي تم استنزافه وتهميشه لسنوات يلقاو اليوم رواحهم من جنود في الخط الأمامي للمعركة لضحايا في معركة انتحارية ما فيها حتى قائد يحمي جنوده. احنا كنا في انتظار كريس كبيرة سانيتير اللي تنجم تصير في أي وقت من الأوقات. المعنويات متاعنا مرتفعة باش نواصلوا ونخدموا في الكريس هذه حتى للآخر. مهمتنا واضحة أن نمنعوا أكثر ما نقدروا من العباد وأن نوفروا سيرفيس اللي يخلي المريض يروح باري على قد ما نقدروا. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، أما زادة ماذا بينا لو كان العباد يعاونونا شوية بشوية صبر برشا وصعبين على خاطر توا الظرف كما تراو صعيب. ماذا بينا لو كان ما نتهجموش على العباد اللي تخدم في أقسام الاستعجيل وفي الأقسام تاع السبيطارات الكل، نحترموا اللي كونسين اللي نعطيوهم لهم في دخول الأقسام. هذا واجبنا نقوموا به راهو بكل فخر. نحن نهار اللي اخترنا انه نخدموا الخدمه هذه اخترناها افيك كور افيك كونفيكسيون افيك شوا. دونك اخترناها الخدمه هذه اخترناها خاطر نحبوها، نحبوا نعاونوا العباد. رغم الامكانيات المهترئه وخلينا نقولوا البنيه التحتيه القديمه شويه نتاع الصحه العموميه في تونس، ثم رجال في البلاد، ثم عباد خدمت هوني، ثم عباد تحب تدز لقدام، ثم عباد تحب تحمي العباد والبلاد. جيش أبيض وأفتخر، هذه لازمنا نقولها ونحطوا تحتها 4 سطور باللون الأحمر.